بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مع سفير جمهورية بيلاروسيا الجديد سبل تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين الجانبين. وأعرب السفير البيلاروسي عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية، بما يشجع الشركات الأخرى لعقد المزيد من الشراكات.